اليوم كنجريو آخر الاستعدادات لإطلاق نشرة إخبارية على الساعة ستكون يوميا على الساعة 7 صباحا. هذه النشرة جاءت لتعزز العرض الإخباري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تنفيذا لتعليمات السيد رئيس المدير العام بتنزيل مخطط تقديم أخبار بالنسبة للقناة المغربية الإخبارية. ستكون البداية إن شاء الله نشرة إخبارية على الساعة 7 صباحا كل يوم، ستلتقون مع مستجدات آخر مستجدات الوطنية والدولية، طاقم كبير يسهر على إنتاج مواد هذه النشرة، صحفيين شباب، تقنيين، مخرجين، فريق عمل إذن كبير جدا وراء هذه التجربة. نتمناها أن تكون ناجحة، عطاء مضمونا، ونتوق إلى أن تكون بداية لإشعاع أكبر للقنوات الإخبارية المغربية الإخبارية إن شاء الله. بالنسبة لحدث انطلاق الأخبار بالقناة المغربية على المستوى التقني والفني، فكما شفتونه الأخبار سيتم بالتوازن انطلاقا من استوديو افتراضي. في هذا الأساس فسيتم استخدام مجموعة من التقنيات الجديدة كتقنية الواقع المعزز وتقنية ثلاثي الأبعاد، التقنية اللي كتعطينا تجربة جديدة وتجربة تفاعلية، أمر اللي غادي ينعكس على جودة الصورة وعلى جودة المحتوى.